في الحقيقة يعني رفيق السيد أيتي الدر كقائد في جيش التحرير المغربي وكمناضل يعني يساري وشخصية يعني مهمة ناضلت ضد الاستعمار ولا زالت تناضل من أجل بناء دولة الديمقراطية، دولة المؤسسات، دولة الحقوق والحريات. يعني هو شخصية متميزة بامتياز بكل المقاييس والمعايير، شخصية تحظى باحترام يعني العدو قبل الصديق، يعني شخصية فذة ومواطن يعني من الصنف يعني الوازن هذا بشهادة الجميع. أظن أنه يعني المسألة ديال التكريم ديالو كان هناك يعني تنعرف يعني هذه مسألة بروتوكولية، ولكن يعني رفيق بن سعيد يستحق أكثر من تكريم وأكثر من ترشيح. يعني هذا شخصية فتى مناضل شريف، مناضل عانى من أحكام بالإعدام، عانى من النفي من البلاد ولم يبدل تبديلا. يعني رجل مناضل شريف ولا زال يعني يقترح من أجل أن يخرج المغرب من التخلف، أن يخرج المغرب من لا ديمقراطية وأن يتصل بركبه يعني ديمقراطية وتنمية. مهم ومناضل، وبالنسبة للأجيال التي أتت من قبله كقدوة يعني يجب أن نقتدي بها، ونحن بحاجة أن تكون لنا أمام أعيننا، خصوصا واليوم يعني العالم يعرف انهيار القيم ويعرف يعني الوصولية والانتهازية، وفي خصوصا في مجال سياسي أن تكون للشباب المغربي يعني قدوة في رفيق بن سعيد أيتي الدر الذي لا زال ينير لنا طريق السياسة النبيلة المخلقة، حب الوطن والتفاني والعطاء بدون أن يطلب يعني شيئا في مقابل. نعم. هذا هو يعني ما نحتاجه.